هنا في قبيلة بني بهلول غيمان محافظة صنعاء، اتجه الأهالي إلى زراعة التين الشوكي بديلا عن القات، وذلك لمردوده الاقتصادي الكبير ولدوره في الحفاظ على المياه، وأيضا لقيمته الغذائية الكبيرة. كما تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الأهالي على الاستغلال الأمثل لمورد المياه باعتباره من الميزات الأساسية لانتشار زراعة التين الشوكي، إلى جانب تعظيم الإسهامات والعائدات الاقتصادية لهذه الزراعة التي انخرط فيها آلاف المزارعين والمشتغلين في حصاد وتسويق التين الشوكي بمناطق بني بهلول وسنحان وخارجها. جئنا إلى هنا كي ننقل لكم الصورة كما وجدناها. على هذا العقد الذي يمثل بوابة قرية الحصن في منطقة غيمان بني بهلول محافظة صنعاء، جئنا برحلة الرحالة إلى هذه القرية، القرية التي عرف أغلب سكانها بعملهم في زراعة التين الشوكي بعد أن تم استبداله بالبلس وغيره من المحصولات الزراعية الأخرى. كما تشاهدون معنا مبان معمارية قديمة تعكس روعة البناء البسيط والتراثي المعماري لأبناء القرى المتواجدة على أطراف محافظة صنعاء. بدأت زراعة التين الشوكي في عدد من المناطق تكتسب صفة الزراعة والمهنة لمزاياها الاقتصادية والغذائية المتعددة، بعد أن كانت نبتة غير مأبوه بها بين الزارعين والسكان في اليمن. واتجه المزارعون في بعض المناطق إلى تشكيل جمعيات خاصة بمزارعي التين الشوكي بعد أن لمسوا الجدوى الاقتصادية من زراعة وإنتاج هذا التين. تعد منطقة غيمان بني بهلول بمحافظة صنعاء أولى المناطق التي اتجهت إلى استزراع التين الشوكي كمنتج زراعي أساسي بدلاً عن شجرة القات.